مساء الخير على الجميع، وأهلا بكم بكنا جميعا في حلقة جديدة من نضالهن. نضالهن برنامج يعنى بقضايا المرأة في كافة المستويات والتحديات التي تواجه النساء السودانيات باختلاف فئاتهن في مختلف مجالات الحياة. مرحب بكم، مرحب بكم، مرحب بالمشاهدين والمشاهدات، والتحية لجيشنا الأبيض دفاعنا الأول. الرحمة والمغفرة لمن ضحوا بأرواحهم بأرواحهن فدا لهذا الوطن. ونحن في هذه الأيام تمر علينا ذكرى أليمة جدا فقدنا فيها خيرة أبناء وبنات الوطن، ألا وهي ذكرى مجزرة القيادة العامة. حلقتنا اليوم نخصصها للحديث عن دور الإعلام في تناول قضايا المرأة. هنالك جهود مبذولة على المستويين الدولي والإقليمي بهدف تمكين المرأة والنهوض بها في مختلف مجالات الحياة، وذلك باعتبارها شريكة أساسية في عملية التغيير ولها دور فعال في تنمية وتطوير المجتمعات. إن التغيير الذي تطلع له بلادنا في السودان ما بعد الثورة لا يمكن أن يتحقق ولا أن يبلغ منتهاه إلا بالنهوض بالمرأة وتمكينها. كل هذه الأهداف بدورها يصعب تحقيقها بمعزل عن دور فعال وإيجابي للإعلام بكافة تنوعاته. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع أرحب بضيفتي في الاستوديو الصحفية المستقلة الأستاذة صفية الصديق. مرحب بك أستاذة صفية. أيضا أرحب عبر الأقمار الصناعية من محطة خارجية بالأستاذ سير السيد مدير الإدارة العامة للبرامج والإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مرحب بكم ومرحب بالمشاهدين. مشكلات كثيرة تواجه الإعلام السوداني من حيث مضامين الرسالة وقربها من الواقع المعاش للمواطن، وما بين الشكل الإجمالي والفني، ولقناعاتنا أن الأزمة الاقتصادية تنعكس على المنتج الإعلامي مثله مثل بقية المنتجات، إلا أن الصياغة الفنية تمنحه حرية أكبر للتحايل على الإمكانات وتقديم جودة أكبر بأقل التكاليف. وتأتي قضية المرأة وصورتها في الإعلام للتدليل على نمطية الأفكار وسهولة التعامل معها في وسائل الإعلام بمعظم الصور التي تنعكس على الشاشات، تعكسها كسلعة أو أداة تسويق للبرامج أو المنتجات أو الأماكن. أما عن مستوى قضاياها والبرامج المتخصصة فتنحو لعرض برامج المرأة في صورة برامج المطبخ أو التجميل وغيرها لتعكس اهتمامات محدودة للمرأة، وتغيب صورة المرأة العاملة في المؤسسات والمرأة العاملة في الحقول والمجالات الأخرى. والمرأة السياسية والقيادية صاحبة الرؤى تكاد تظهر بشكل نادر في وسائط الإعلام. كذلك تغيب بشكل كامل البرامج التي تناقش قضايا المرأة من تهميش وتبييض في القوانين ومشكلاتها في أزمات الحروب والنزوح والفقر والأمراض والتعليم. ويظل السؤال دائما قائم، هل كان الغياب لعدم وجودها في التخطيط أو مواقع اتخاذ القرار، أم لغياب التفكير في قضايا المرأة كقضايا استراتيجية؟ رجعنا تاني. مرحب بكم المشاهدين والمشاهدات، ومرحب بضيوفنا الأعزاء في الاستوديو، وشكرا للفريق العامل من داخل الاستوديو. أستاذة صفية مرحب بك. أهلا، مرحب بك يا خديجة، وشكرا للبرنامج القيم يعني، وشكرا لقناة الشروق للفتة الظريفة دي وفي إعداد برنامج زي ده. وزي ما بقول مجد والخلود لشهداء الثورة، ونتمنى التحقيق العدالة لشهدائنا في أقرب وقت عشان نقدر ننعم بسودان نحقق فيه الرؤى وشعارات الثورة اللي كنا بنطلع عليها. أهلا أستاذة صفية، وتابعت التقرير اللي هو بيتكلم عن الإعلام والتناول لقضايا المرأة. طيب، على المستوى العالمي والإقليمي في مجهودات كبيرة جدا مبذولة لتمكين النساء، لكن لما نعاين للإعلام بنلقى في غياب تام للإعلام ما بين المجهودات الدولية والمجهودات الإقليمية وأرض الواقع. طيب، رأيك شنو حول الإعلام السوداني وعكسه لقضايا المرأة؟ أول حاجة يعني
الحاجة الأساسية نحن مفروض ننتبه لها إنه الإعلام السوداني كان قاعد يشتغل في ظروف معقدة شديد، اللي هي ظروف بتاعت نظام ديكتاتوري كان بيخط موجهات بناء على الأيديولوجيا اللي هو رسمها لشنو صورة السودانيين عموما مفروض تظهر كيف في الإعلام. ده بشكل مباشر انعكس على إنه في غياب تام لأجندة النساء، وفي غياب تام يعني للنساء إلا بالشكل الفارضاه الأيديولوجيا دي. فبيجب الإعلام بيركز بشكل أساسي على الدور الإنجابي اللي بتسويه المرأة، اللي هو معليش هو بيسميها المرأة يعني، وبالضبط بخدتها في القالب دي بتاع إنه هي زولة مربية مفروض مهمتها الأساسية تولد وتربي. حتى التربية دي فشلة، حتى وسائل الإعلام بتحكسوا على إنه النساء وده غياب دورهم. فالدور النمط اللي بتخطه وسائل الإعلام زي ما ذكر التقرير انعكس بشكل مباشر على دور المرأة وتمثيلها في كل المناحي. الحاجة الثانية، إعلامنا يعني في الفترة الفاتت أو ممكن لحد هسه الحاجة دي ظاهرة، ما كان في لأنه غايبة أساساً الرؤية الكلية أو المرأة ذاتها أو قضايا النوع الاجتماعي غايبة من التخطيط الكلي للدولة، بالتالي ده طبيعي حينعكس على الإعلام بشكل مباشر، ويبقى أدوار النساء ما ظاهرة بشنو هي قاعد تبذله في الواقع يعني، أو الصورة الحقيقية ونضالات المرأة السودانية الحقيقية. طيب يا أستاذة صفية، حنجي بعد ذاك نشوف غياب الدور ليه. حأرجع للنقطة بتاع تناول الإعلام اللي هي أنت وصفتيها بالصورة النمطية. طيب هل الكلام ده تم وفقا لدراسات وبحوث واستطلاعات بتاعت رأي عام، لأنه فعلا الإعلام ده هو قاعد يعكس دور نمطي للمرأة، أو فعلا ده لأنه الدور الطبيعي اللي بتقوم به النساء والمجتمع ممكن يكون متصالح معه؟ والله هو طبعا الإعلام أصلا هو دوره الأساسي التثقيف ورفع وعي المجتمعات، فبالتالي الصورة المجتمع دي هي بالتأكيد ما الصورة الأساسية، صورة تبند على الأعراف والتقاليد، فبيجي دور الإعلام في إنه هو كيف يصحح الصورة دي بشكل أو بآخر يعني، في إنه يرفع وعي الناس. فحقيقة وسائل الإعلام لحد هسه تحديدا الإعلام المرئي والمسموع بيضغي فيه اللي هي الدراسات بتاع والبحوث المتعلقة بقياس الرأي العام ودراسات الجمهور اللي هي ممكن توريك الدور بالضبط اللي بتقوم به المرأة في المجتمع ومفروض تعكس وسائل الإعلام كيف. في دراسات كثيرة اتعملت من مؤسسات غير رسمية أو مؤسسات مجتمع مدني اتكلمت عن كيف الإعلام قاعد يحكس قضايا النساء وكيف بيتعامل معاها، لكن للأسف لأنه لفترة ما كان في التواصل دي بين مؤسسات المجتمع المدني وبين وسائل الإعلام، الدراسات دي هي ما وصلت للدرجة الممكن تترجم كسياسات إعلامية أو كموجهات أو كخطوط للمؤسسات الإعلامية عشان تعكس بها دور المرأة السودانية الرائدة اللي هي بتقوم به يعني. طيب أستاذة صفية، حقيقة هنا حنمشي حتى خارجية عبر الأقمار الصناعية. بنرحب بأستاذة سيرة السيد المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون. أستاذة سير مرحب بك. اهلا ومرحبا بك ومرحب بضيفتك الاستاذه صفيه الصديق، وايضا يعني في الظرف الراهن وفي الايام دي زي ما انت ذكرتي ان احنا من المفترض نعلي من شان العداله، ليس استردادا فقط لحق الشهداء او المفقودين، وانما استردادا ايضا لبناء الحياه الحقيقيه التي يستحقها الاحياء الذين استشهد من أجلهم الشهداء. النقطة الثانية، أنا طبعا ما مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في مقدمتك الثانية، في مقدمتك الأولى صحيحة أنا مدير الإدارة العامة للبرامج والإنتاج. طيب مرحبا بك أستاذ السر، وعفوا لللبس اللي حصل. طيب أستاذ السر، تعليقك على عرض الإعلام أو وسائل الإعلام السودانية لقضايا المرأة، يعني زي ما تابعت في التقرير وفي بعض آراء الخبراء والخبيرات في مجال الحقوق بيصفوا الإعلام السوداني إنه بعيد كل البعد عما يدور بشكل حقيقي وما قاعد يعكس الدور اللي بيقوموا به النساء.
هو طبعا انت هسه طوالي دخلتي في مشكله حقيقيه جدا، هي مشكله التغطيه او المقاربه او التشخيص لكثير من القضايا، لانه انا بفتكر التقرير ده فيه هو في حد ذاته فيه مشاكل كثيره. اول حاجه التقرير ده حاول يعمل انه الاسباب الاساسيه اللي بتعيق الاعلام ركز في الامكانات وفي الاسباب الاقتصاديه، ده سبب وحيد، لكن في قضايا ثانيه بتعيق الاعلام. والغريبه في التقرير ما وردت اي حاجه عندها علاقه مثلا بالحريات، ولا وردت حاجه عندها علاقه بالقدرات، من هو الاعلامي وما هي قدراته. اذا ربطنا ديل ومعاهم حاجات ثانيه بنستطيع نشوف المشهد كله. عشان كده برضو التقرير وقع في حته بفتكر انها ما دقيقه، انه الاعلام بيحاول يكرس للصوره النمطيه للمرأة. خطوره النوع ده من الكلام اول هو ما دقيق، لانه بالوثائق نحن ممكن نثبت انه الكلام ده ما صحيح 100%. يعني نمره اثنين بغيب مساله ثانيه اساسيه هي اللي هي مقاومه ونضالات النساء السودانيه، النساء السودانيات. الاعلام السوداني اذاعه، لو تكلمنا في الرسمي بس اذاعه وتلفزيون، لحد كبير جدا جدا كان مدرك للقضايا بتاعه المراه وللقضايا بتاعه النساء منذ بداياته الاولى، حتى كان بيعمل برنامج اسمه ركن المراه، وظهروا نساء كثيرات جدا جدا ساهموا في التوعيه، ورجال ايضا ساهموا في التوعيه. يعني قضايا الختان قضايا اساسيه جدا كثيره في قضايا النساء، ومسلسلات زي مسلسلات حمد الله عبد القادر مثلا، حكايه ناديه، خطوبه سهير، اللسان المقطوع. يعني مثلا اللسان المقطوع ده بيتكلم عن حق المراه في انها تختار من تتزوج. يعني الاعلام ناقش القضايا دي، لكن الخلل وين اللي احنا مفروض نكون بنفكر فيه عشان بجد نردم الهوة دي؟ ده هو المطلوب. هل طيب الاعلام يا استاذ السير السوداني لما حوقفك في النقطة بتاعت تناول الإعلام اللي هي أنت تكلمتها، التقرير ده اتبنى وفقا لآراء ورصد بتاع إعلام. طيب قدر شنو أو الحجم اللي قاعد تغطي به، مثلا المسلسلات الإذاعية أو البرامج اللي أنت اتكلمت عنها، يعني هل هي قاعد تتناول قضايا المرأة بشكل مستديم؟ هل قاعد تصل لكل فئات المجتمع، لكل النساء في السودان، ونحن دولة فيها تنوع كبير جدا؟ عشان كده الموضوع ده ما في رايي ما بيدرس كده، بيدرس في كلام قالته صفيه قبل شويه، انه الاعلام ده بيفتقد للرؤيه الكليه للسياسات اللي بتضع مشروع محدد في انه الاعلام يلعب دوره في التغيير ودوره في التنميه. مش انه وده هنا مش لانه بيقدم توعيه او معرفه للناس، بل بيشرك الناس في انهم يديروا حياتهم ويديروا التغيير بتاعهم. دي لحد مفقوده في الاعلام السوداني. يعني حتى الإعلام السوداني ما بيكون رؤية كلية من خلالها يشوف في المرأة هو دار يشتغل شنو، في الزراعة دار يشتغل شنو، في المثقفين دار يشتغل شنو، في السياسيين دار يشتغل شنو، في الخبراء دار يشتغل شنو. المسألة دي ما في رؤية كلية يعني. لكن حنجي لموضوع الرؤية، معلش حنجيب هنا حاجيك لموضوع الرؤية دي في محور ثاني. حرجع لأستاذة صفية معي في الاستوديو. استاذة صفية، انت في بداية الكلام بتاعك اتكلمتي عن الدور بتاع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، واللي هو استاذ السير ذكر يعني بشكل مفصل على غدا. طيب انا عايزاكي تعلق لي عن ما يدور في وسائل الإعلام البديل او ما يسمى بالسوشيال ميديا. اول حاجة بس خليني ارجع شوية للإذاعة والتلفزيون القوميات وشنو قدموا للنساء أو الإعلام تحديداً المرئي والمسموع. الإعلام المرئي والمسموع حقيقة هو يعني بشكل أو بآخر بطريقة يعني مؤسس لها ولا هي بدون وعي كرس لصورة محددة للنساء، حتى من شكل ظهور المذيعة، لونها، المكياج، التوب اللي بتلبسه، ده شكل وعي غريب جدا لصورة النساء في المجتمع البرة يعني. فبيقوا النساء كلهم دارين يكونوا بشكل المذيعات وبفكرة برضو مش بقول الخواء، لكن العدم التقديم الجيد للنساء المقدمات ولا اللي بيشتغلوا في قطاع الإعلام دخل عكس
للمجتمع انه النساء ديل ضعيفات، هم ما يعني قدراتهم ما بتفوت الصوره. وارجع لكلام استاذ السيد، يعني في الاذاعه القوميه تحديدا مؤخرا اتلغت برامج المراه واندمجت في البرنامج الاسره، اللي هو ده مباشره بيربط انه النساء هن جزء من الاسره، هن جوا البيوت، هم ما عندهم ادوار ثانيه، وده بشكل مباشر بتعكس يعني الاذاعه دي من الاذاعه والوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه من الحياه المتابعه ومشاهده جدا، والجمهور بيتاثر بها. فهي عندها علاقه بغياب الرؤيه الكليه، وعندها علاقه برضو بالمؤسسات الاعلاميه وقدر شنو هي قاعد تخطط وبتخط رؤى برامجيه متكامله. يعني دي برضو ما يعني ما نمشي لها. انتقل لسؤالك اللي عنده علاقه بوسائل التواصل الاجتماعي. يعني انا بجد حزينه يعني لما يدور عن قضايا النساء في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني بجد هي من الوسائل الاعلام اللي قاعد يتم فيها ابتزال للنساء بشكل كبير، بقدر مع مثلا هي ممكن تكون ادت مساحه للنساء في انهم يتواصلوا، يكون عندهم شبكه مع بعض، يلتقوا بعوالم ثانيه، لكن بقدر ما كانت مساحه لانتهاك حريات وخصوصيات النساء بشكل كبير شديد. وفيها برضو تنميط للنساء بشكل كبير جدا، عكست يعني يمكن كانت مساحه للتحرش بشكل مباشر بالنساء، مساحه لانه يقللوا من ادوارهم، لكن في نفس الوقت يعني وسائل التواصل الاجتماعي ادت مساحه للنساء يعملوا مساحات متخصصه، اعملوا صفحات للاستناره والوعي، مقابله برضو كان في هجوم شديد. يعني ممكن تكون يا استاذه خديجه متابعه للصفحات اللي في وسائل التواصل الاجتماعي في الفيسبوك تحديدا بتتكلم عن قضايا النساء والحريات والقضايا النسويه، وقدر شنو هي قاعد تهاجم يعني. فبقدر ما هي فتحت مساحة كبيرة جدا لأنه النساء يكون عندهم مساحة بتاع التواصل وشنو، لكن بقدر ما عززت لعنف رهيب يعني. فهسا واحدة من الدراسات بتتكلم عن أنه النساء بيلاقوا كميات من التحرش الأونلاين بطريقة رهيبة. صوفية معلش حنجيب في قصة التحرش دي، طيب ممكن تشرحي لنا أنه التحرش قاعد يتم كيف يعني في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا واحدة من الحاجات التحرش يعني ممكن يتم في حتى في المنشورات اللي نحن بنقوله في تعبيرنا عن رأينا، بيكون في يعني دائما نحن لما نعبر عن رأينا أو عن روحنا بصورة بكلام بأي حاجة بتجي الردود دائما فيها تحرش، تحديدا التحرش الجنسي، التحرش المبني على شكلنا، التحرش المبني على نوع الكلام اللي بنقوله، والمحاكمات المسبقة بتتخطى لنا نحن كنساء في الإعلام الاجتماعي. هي دي ممكن تكون مثلا أنا واحدة من المتابعات إنه لقصص بنات كتار قرروا يعني جاتهم أزمات نفسية من التنمر والتحرش اللي قاعد يحصل لهم في الإعلام الاجتماعي. وده فعليا هو الأزمات بتاعت الإعلام الاجتماعي بالمناسبة انتقلت لنا من الإعلام المشتقليدي، يعني الإعلام اللي هو نحن ممكن إعلام الإذاعة والتلفزيون والصحافة وشنو، فهي انتقلت جاتنا على أعنف يعني، لانه على الاقل ديك مؤسسات فيها نوعا ما رقابه، لكن دي مؤسسات بتاعت اعلام مواطن اي زول بيعبر عن روحه. صوفيه حنجيب هنا في القصه بتاعت الاعلام البديل، حارجع لاستاذ السير وارجع لك ثاني. استاذ السير ايوه معاك. طيب يا استاذ السير، انت بديت تتكلم عن انه التقرير مثلا الوصول اللي كان فيه انه في اسباب ما اتذكرت، يعني هو ركز مثلا على جانب محدد. طيب انا عايز اسالك شنو الدوافع اللي بتخلي انه الاعلام يعكس صوره سالبه او صوره نمطيه؟ هل ده هو مربوط بالنقطه اللي ذكرتها استاذه صفيه اللي هي قياب الخطط والبرامج، او لعدم الوعي بدور المراه وعدم الوعي بالنسبه للاعلاميين والاعلاميات بحقوق المراه وباهميه مشاركتها؟ ده مربوط بحتة أساسية جدا جدا بيفتقدها الإعلام السوداني، ودي نفسها يعني ربما مربوطة بطبيعة السلطة السياسية في السودان،
ولما نقول السلطة السياسية في السودان ما بعني الحكومة بس، لكن بعني الذهن السياسي عموما. يعني نحن ما عندنا حساسية تجاه التنوع، كل معظمنا يعني ما عندنا حساسية تجاه النوع، ما عندنا حساسية تجاه حقوق المواطن بشكل عام. دي بتتبدى في الإعلام لحد كبير جدا جدا، لأنه في فقدان للحساسية دي. يعني ممكن تلقى زول بيعمل برنامج بيناقش قضية سياسية مثلا، شبابية مثلا، مثلا مشاكل الشباب، تلقاه بيقلب قوي كده جايب له 4 أولاد بيناقش فيهم. ده حتى فكرة الشباب نفسه حساسيته تجاه النوع ما في، ما حاسس إنه لما تتكلم عن الشباب ما ممكن تتكلم عن أولاد بس. دي بتلقاها موجودة وماشية بشكل طبيعي جدا. دي انت بتعزيها لانه الحساسية دي ما في. الحساسية دي بتتعامل كيف؟ لما يكون في سياسات اعلامية واضحة قادرة تكون تستصحب معاها وتدمج النوع الاجتماعي في سياساتها، زي ما في التنوع في غيره في الحتات دي. احنا لانه سي بنتكلم عن المرأة، ففي اشكال زي ده. غير كده مرات كثيرة جدا جدا بتجد يعني مثلا دراما، عشان انا الف لك الفكره كلها مع بعض. احيانا كثيره انت بتجد يعني دراما لحد كبير جدا بتقدم المراه باستمرار يعني بشكل كبير جدا كربه منزل، اكثر من انها مثلا تقدمها كطبيبه او مهندسه او غيره. لكن المشهد كله كمان لما تجي تنظر له في الاعلام، انا بتكلم عن غياب الرؤيه دي اصلا، لما تنظر له في الاعلام بتجد برضو كونه الاعلام السوداني يكون فيه نساء موجودات موظفات فيه، ودي في فترات ما كانت فيه، سواء كان مذيعات او مخرجات او قياديات. الان في الاذاعه والتلفزيون الرسميات ديل بتجد مخرجات، بتجد اداريات، بتجد مذيعات، بتجد حضور نسوي. في نفس الوقت بتجد برضو مقاومه لكثير من الافكار النمطيه عبر برامج اخرى بتتقدم. جميل صفيه ذكرت حته مهمه. معلش أنا حجي في النقطة بتاعت وجود نساء في الإعلام. أنا كنت أقول لك حرجع للنقطة بتاعتك، لكن حوقفك في النقطة بتاعت وجود نساء في الإعلام. هل بس نحن عايزين يكونوا نساء موجودات من ناحية عددية، ولا فعلا هم النساء الموجودات في الإعلام سواء إذاعة أو تلفزيون أو في الصحافة هم فعلا داعمات لقضايا وحقوق النساء؟ ما كلهم دعمات طبعا، زي ما برضو في رجال كثيرين ما داعمين لحقوق الرجال. دي مسألة بسيطة جدا، لأنه في ما فوق النوع الاجتماعي نفسه اللي هي الرؤية السياسية الفكرية. يعني في نساء ضد النساء، وفي رجال ضد الرجال، وفي فقراء ضد الفقراء. يعني دي مسألة مفروغ منها. النساء العاملات في الإذاعة والتلفزيون بمختلف التخصصات ما كلهم عندهم الحساسية دي. يعني كثيرات منهم ممكن يقدموا برامج ويشاركوا في برامج تكون ضد النساء، لكن دي الفيصل فيها مش الأفراد. كبير نحن صفية أشارت وأنا أشرت، الفيصل فيها السياسات. هل في سياسات برامجية بتدرب الناس على أساس إنه حتى اللغة المفروض يستخدموها؟ يخدل لحد الآن بيقول لك المخرج مثلا إنعام عبد الله، ما بقوله المخرجة. المكاتبات الرسميه ذاتها الموجوده في المتبادله في الاجهزه الاعلاميه ما يعني بتشتغل بصيغه المذكر، حتى في الوظائف وحتى في كثير من الحاجات. يعني لو ما توجدت سياسات ورتبت الموضوعات دي كلها مع بعض، بتبقى القصه فيها حالات بتاعت نوع من المبادرات الفرديه. لا عايز اصلي، انا ما مختلف كثير مع صفيه، لكن انا شايف انه نحن نشوف المشهد كله. بقدر ما في تنميط بقدر في محاولات لكسر التنميط. يعني برنامج زي اللي عملته مثلا الإسراء زين العابدين، ودي واحده بفتكر من النساء الاذاعيات الممتازات جدا جدا. برامج زي اللي بتعملها مثلا المياه متوكله وبتعملها انتصار عوض، دي نماذج انا ذكرتها لك من ناس بيشتغلوا في الاذاعه السودانيه، مدافعات حقيقيات عن قضايا الإسراء. دي كان عندها برنامج اسمه صالون حواء. البرنامج ده ما خلى قضية من القضايا اللي بتكسر التنميط والتهميش ما ناقشها. لكن يا أستاذ سر، البرنامج ده استطاع أنه حجم البرامج اللي بتتقدم دي من الخارطة البرامجية قدر شنو يعني؟ وقاعد تصل لكم في المية من المواطنين والمواطنات؟
ما نحن ما شايفين القضيه زي ما شايفاها انت يا استاذه خديجه. نحن بنفتكر لما اقدم شاعره مثلا زي ايمان ادم، انا بفتكر انه ده موضوع، لانه انا بالمقابل بقدم مثلا عبد القادر الكتيابي او بقدم اي شاعر. فلما اقدم شاعره زي ايمان مثلا، ولما اقدم مسرحيه زي اميره، ولما اقدم سياسيه مثلا زي زينب بدر الدين، ولما اقدم مين، انا بفتكر هو ده التفكيك، مش التفكيك بالحسه حاصل، لكن ده التفكيك للبنى دي، لانه ده ما كان بيحصل. يعني سياسيين بيتكلموا رجال بس، ممثلين بيتكلموا رجال بس، مغنيين بيتكلموا رجال بس، شعراء بيجيبوا رجال بس. انا لما اعمل ده، ده كله صابي في كسر التنميط وفي كسر التهميش. هل الاعلام السوداني ما بقدم شاعرات؟ هل الاعلام السوداني ما بقدم سياسيات؟ هل الاعلام السوداني ما بقدم اقتصاديات؟ ما بقدم خبيرات؟ الموضوع ده الان ما في. عشان كده حقهم فتش شنو المفقود اصلا. المفقود ده كبير جدا جدا، ما مفقود في الاعلام بس. طيب يا استاذ السير، حارجع عليك في شنو المفقود. حنقف معلش، حنقف في النقطه بتاعت المفقود شنو. حارجع عليك استاذه صفيه ثاني. استاذه صفيه، بديتي تتكلمي عن المقارنه بين انه مؤسسات الاعلام سواء اذاعه تلفزيون اقلاها مثلا في قوانين او في حاجات بتحكم، لكن على عكس السوشيال ميديا هي فضاء مفتوح ما في جهه بتسائل. هل في اي توجهات مثلا من الصحفيين والصحفيات او الاعلاميين والاعلاميات انه يمشوا في اتجاه رؤى بتاعه سياسات او قوانين اقلاها انها تحمي مستخدمين ومستخدمات السوشيال ميديا؟ والله كده قبما يتكلم عن السياسات والقوانين، مثلا لحد هسه احنا في طور تكوين ونقابه وشنو، فهي دي مرحله شويه يعني بتخلي الحاجه متاخره. بس مثلا في مؤسسات كثيره انتجت دليل للكتابه الصحفيه او التناول الاعلامي لقضايا النساء وقضايا النوع الاجتماعي من منظور حقوق الانسان، زي مركز الألقي خدمات الصحفيه، وكان اخر دليل يتكلم عنه اسلوب النمطيه في اسلوب الكتابه الصحفيه، حل البرامج في الاذاعه والتلفزيون والصحافه وقدر شنو هي بتعكس صوره النساء بطريقه يعني تحديدا فئات محدده من النساء زي بائعات الشاي، العاملات في المنازل، وقدر شنو الاعلام قاعد ياسس لعنف تجاههم. فهسه في مجهود غير رسمي، لكن ممكن تستفيد منه المؤسسات الإعلامية، وممكن تستفيد منه وزارة الإعلام وهي تبني وبتبني في السياسات الإعلامية في إنه شنو البدائل اللغوية للكلمات المميزة ضد النساء. الحاجة الثانية، نحن ما نتكلم عن سياسات إعلامية أو قوانين بالطريقة الممكن تحد من حرية الإعلام بقدر ما نتكلم عن سياسات. يعني هسه مثلا التوجهات سواء في نقابات يا دوبك بتتكون أو في مؤسسات بتتكلم عن تنظيم الإعلام، أو يعني تنظيم الإعلام بحيث إنه يخدم المرحلة الانتقالية ويخدم الديمقراطية، بيتكلم عن إنه كيف الإعلام ده يحقق عدالة وما يميز ضد أي فئة من الفئات. فهي دي كلها موجهات وإطار عام بيشتغلوا فيه ناس كثيرين عن إنه يرسموا شنو حلمه للإعلام في المرحلة الجاية، وين النساء بتكويناتنا المختلفة. يعني هسه نحن في تخطيطنا ما نتكلم الإعلام وتعامله مع قضايا النساء النازحات والقضايا النساء ذوات الإعاقة، وقدر شنو في مصطلحات بجد بتميز ضد النساء ذوات الإعاقة بتظهر في وسائل الإعلام، وقدر شنو في كلام مميز ضد النساء اللي بيشتغلوا في مهن غير منظمة في وسائل الإعلام، وبيربطوهم بأي سلوك عنده علاقة بأنه أي سلوك المجتمع ما بيرغب فيه أو بحسه سلوك منحرف بيربطوه بالنساء، وده بتحكسه وسائل الإعلام. يعني للأسف، يعني مثلا في برنامج هو برنامج إذاعي 5 دقائق، لكن من أسوأ البرامج اللي قاعد بتأسس لدونية النساء، وبتتكلم عن مصطلحات يعني النساء بمجهوداتهم وبإنه هم بيقوا مبادرات في أي حاجة يتجاوزوها. يعني دائما بتكلم عن البورة وكيف تقدم المرأة وكون إنها تكون بتقرا ومنافسة للرجل في كم حتة، ده ممكن يخليها هي زولة بايرة.
ربط القدرة، عدم القدرة بين النساء دائما، مع إنه النساء فدي هي يعني في كمية من ال من ال من المجهود في الموضوع ده يتعمل، بس منتظر اتخطف في الشكل بتاع السياسات اللي هي ملزمة، ودي بتجي من مؤسسات الحكومة يعني وزارة الإعلام تحديدا، ووزارة الإعلام ذاتها ما حتقدر تخد رؤى واضحة ما لم يكون عندها ارتباط بشكل مباشر مع مؤسسات الإعلام عشان تقدر تنتج قوانين أو سياسات إعلامية تحترم النساء وتحكي صورتهم الحقيقية. طيب حارجع لأستاذ السير ثاني. أستاذ السير، أستاذ السير، أنت قبل بديت تذكر نماذج للنساء عن المشاركة السياسية، فلو يعني كل الأسماء ذكرتها هي ممكن تكون أسماء لنساء من طبقة محددة، ودي واحدة من الحاجات أو من الآراء اللي قاعد تجي من برا، إنه الإعلام السوداني قاعد يركز على فئات وطبقات محددة. السؤال بتاعي، أين الإعلام من قضايا النساء النازحات، النساء في القطاع غير المنظم، النساء الما قاعد يتكلموا مثلا اللغة العربية، يعني وين الإذاعة السودانية كرؤية مستقبلية؟ ده كلام سليم جدا جدا، لكن ده أنا قبل قلت لك إنه خليك من الإعلام، هو نفسه النازل يعني مثلا النازحات أو حتى يعني ذوي الإعاقة سواء كان من الرجال أو من النساء، المصطلحات نفسها سواء كان على الصلة بموضوعات نسوية أو بموضوعات غير نسوية، هي نفسها في الخطاب السياسي عموما يعني في السودان، في الخطاب السياسي يعني موقع النازحات مثلا هسه في الخطاب السياسي اليومي في المشروع السياسي الوطني الديمقراطي سميه، موقعهم شنو؟ دي مفاهيم ابتدت يعني جديدة بتصهر، يعني تقدر تقول في يعني انفجار لحساسية عالية جدا جدا تجاه العرق، تجاه النوع، تجاه الطبقة، تجاه كده، ما توطنت المفاهيم دي، المفاهيم دي حتى الآن هي بتجابد وبتصارع، في الإعلام ما موطنة، كلامك صحيح، يعني الإعلام تماما يعني ما بيشتغل كثير مثلا بالنازحات، الإعلام لحد الآن بيقدم المرأة يعني اللي عندها سند، اللي عندها سند تعليمي، اللي عندها يعني نساء تقدر تسميهم نساء المدن أو نساء المركز، ولما نقول المركز ما بقصد الخرطوم، بقصد النساء اللي عندها الرأسمال يعني رمزي، منظمات في أحزاب، منظمات في حركات مسلحة في غيره، ديل اللي بيجدوا فرص، لكن النساء العاديات الإعلام ما حتى ما بيعرف يتعامل معهم، حتى ما بيعرف يقدمهم كويس، ما بيعرف حتى يدير معهم حوار، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا في إنه الإعلام السوداني أصلا بعمق كبير جدا جدا، قاصد ما قاصد ده موضوع تاني، لكن لا يعبر عن كل المواطنين السودانيين، ليس في مجال النساء بس، في فنون ما بعبر عنهم كلهم، ودي مشكلة. أنا قبل قلت لك ما مشكلة عندها علاقة بالإعلام فقط، عندها علاقة برؤيتنا بالرؤية الكلية، عشان كده قبل لما اتكلمت لك عن المفقود، إذا مثلا في تهميش للنساء في الإعلام في حتة، نحن هسه قاعد نشوف تهميش للنساء في لجان عادية جدا جدا ممكن تتعامل، لجان بتعملها الحكومة مثلا بتلقى فيها 8 تنفار فيهم 7 رجال ومرة واحدة، ومرات ما في ذاته، يعني ده تفكير، عشان كده يعني أنا ذاتي عندي رؤية معينة، يعني مثلا إحالة الموضوع ده باستمرار لموضوع لأسباب سياسية فقط أو لأسباب عندها علاقة بالتقاليد مثلا البالية زي ما بقوله، بشوفه مرات ما دقيق، ده مربوط بذهن النخب الحسة بتحاول تدير التغيير نفسها، عشان كده التحليل الأساسي له هو بنية الوعي الذكوري ده، ولما نتكلم عن بنية الوعي الذكوري هو بالمناسبة جزء من الوعي الذكوري وعي حداثي، ما وعي تقليدي فقط، في وعي ذكوري تقليدي، في وعي ذكوري حداثي، وده استاذ السير وده الحاصل. لكن ده رجع لنقطة قبلك، نقطة صغيرة يا خديجة قالتها لأنها مهمة، بالذات ناس القلق، أنا بفتكر ناس القلق يعني لعبوا أدوار كبيرة جدا جدا في اختراقات داخل الأجهزة الإعلامية الرسمية وبمشاركات بينهم وبين الأجهزة، وغيروا كثير من المفاهيم وكثير من الأفكار، وساهموا مساهمة بقى عندها تأثيرات حتى في برامج، خلينا نقول الحساسية اللي احنا بنتكلم عنها، يعني لأنه في ناس كثيرين في الإعلام ما عندهم مواقف مبدئية ضد النساء يعني
لكن ما في تدريب في انهم يتعاملوا مع الموضوعات دي. القلق لحد كبير وفرت المساله دي يعني عبر الورش اللي عملتها او عبر الدليل العدد من الادله اللي هي عملتها. استاذ السر انا شاكره لك جدا بانك شاركتنا في الحلقه دي ونحن في خواتيم الحلقه، شكرا جزيلا يا استاذ السر. انا برضو بشكرك وبشكر الصديقه الاستاذه صفيه صديق، شكرا لكم. استاذه صفيه احنا في خواتيم الحلقه، فرسالة أخيرة، هو الدور كبير جدا يعني المسؤولية مع مسؤولية الجهات الإعلامية سواء صحافة أو تلفزيون، بيبقى دور كل المؤسسات ودور الحكومة، فرسالة أخيرة في أنه نحن كيف نقدر نأسس لإعلام فعال يكون فيه خطاب حساس للجميع يعني ما النوع بس. أنا حتكلم في نقطتين، النقطة الأولى متعلقة بأنه وزارة الإعلام في المرحلة الانتقالية مفروض تكون عندها السياسات يعني تضع سياسات بسرعة شديدة جدا فيها موجهات أساسية متعلقة بأنه رؤية وتصور لقضايا النساء جوا المؤسسات وجوا السياسة الإعلامية دي، بالتالي ده بتبقى ملزمة لكل وسائل الإعلام إنه حتى تمثيل النساء حتى ظهور النساء في وسائل الإعلام في الشاشة ولا غيرها أو في الصوت في الجرائد في شنو، ده مفروض يكون محكوم بسياسات، لأنه نحن لحد هسه مجتمع انتقالي يعني بنعاني من مشاكل كثيرة وبتنعكس بشكل مباشر على الإعلام. الحاجة الثانية الجوهرية وأساسية، نحن لازم تكون عندنا سياسات لإدماج النوع الاجتماعي في كل مؤسسات الدولة، ده بيخلي بسهل جدا يكون وسائل الإعلام تقدر تتماشى مع الدور الريادي اللي بيقوموا به النساء وتقدر تمثل النساء بثقلهم وبأدوارهم الحقيقية اللي يؤدوها في المجتمع. في تونس لما دعمت قوانين ضد بتناهض العنف ضد النساء قل العنف ضد النساء بشكل كبير جدا، بيقوا النساء بيقدروا بعبروا عن روحهم في أي منصات إعلامية بما فيها الندوات اللي بتقام في الندوات السياسية والندوات اللي بتقام في الحلة والندوات اللي بتعبر عن الناس بشكل مباشر في الإعلام المباشر، بيجوا هن جزء منها وبقت صورتهم مختلفة تماما يعني في وسائل الإعلام. فده تقريبا نحن المحتاج له عشان نقدر نحكي الصورة بتعبر عن قضايا النساء وأدوارهم بشكل كويس. أستاذة صفية أنا شاكرة لك جدا على انك كنت ضيفتنا في الحلقه، في الحلقه دي نحن المهم حاولنا نفتح رؤوس بتاعه مواضيع ما حتكمل في حلقه او حلقتين. شكرا لك، شكرا لاستاذ السر السيد، شكرا لكم جميعا وشكرا للفريق العامل، وبنتلاقى الحلقه الجايه.